اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري ولواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ولواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ولواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ولواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء أركان حرب أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات. وتكامل تلك الشبكه الحديثه مع المشروعات التنمويه والخدميه في كافه انحاء البلاد لتصبح منظومه اساسيه للحفاظ على الممتلكات العامه والخاصه وصون اصول الدوله الاخذه في النمو والتطور وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على تطورات انشاء منظومه الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه المنتظر تعميمها على مستوى الجمهوريه والتي تعد من اكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا وتهدف الى سرعه احتواء ومجابهه جميع انواع الطوارئ والازمات والكوارث بكفاءه تامه وخلال اطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطره الكامله وتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنيه بالدوله سعيا نحو ربط كافه عناصر الطوارئ والمرافق الحيويه عبر مركز رئيسي وغرفه عمليات تخصصيه في كل محافظه باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثه وفي اطار شبكه موحده ومؤمنه بالكامل وطبقا لاحدث المعايير العالميه